شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الغضب والرضا فينا نحن البشر له مراتب ثلاث: مرتبة دنيا، ومرتبة وسطى، ومرتبة عليا. هذه ثلاث مراتب للرضا والغضب فينا نحن البشر. المرتبة الأولى هي المرتبة الدنيا. هذه المرتبة تشكلها الأكثرية من البشر. أكثرية البشر رضاها وغضبها يقع ضمن إطار هذه المرتبة. في هذه المرتبة الرضا والغضب تابع للقوة الشهوية. هنالك في كل واحد منا قوة شهوية. هذه القوة الشهوية تحركنا نحن البشر. إذا أرضيت هذه القوة الشهوية، يعني وصلت هذه القوة الشهوية إلى مبتغاها، الإنسان يرضى. وإذا وجد هنالك مانع أمام القوة الشهوية، إذا هم يسخطون، ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. شهوة المال هذه شهوة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. زين، هذه الشهوة إذا أرضيت ربح في التجارة، نال الأموال المبتغات، يرضى ويفرح ويكاد أن لا ينام الليل من الفرح. ولكن إذا خسر في التجارة، إذا أصيب بنكسة مالية، وإذا به يغضب وينفعل ويحزن، هذه هي القوة الشهوية. هنالك مشتهيات: شهوة المال، شهوة الجنس،
شهوة العظمة والرئاسة، كل واحد يريد أن يكون له مقام. إذا أرضي هذا المقام، إذا لبيت هذه الشهوة يرضى، وإذا لم تلب هذه الشهوة، لماذا فلان لم يقم لي عندما دخلت البيت؟ ليش فلان ما احترمني؟ ليش فلان قال هذه الكلمة؟ وإذا بنزاع يمتد 20 عام تبحث في جذور القضية، وإذا قضية تافهة وراء هذا النزاع بين أقرباء، بين أخو أخت، بين أخت وأخت، بين قريب وقريب. ليش؟ لأن شهوة المقام، ونعوذ بالله من هذه الشهوة، المقام في أي مستوى، الرئاسة في أي مستوى ما لبيت، وإذا بالخلاف والتناحر والنزاع. تلك الحرب المعروفة في الجاهلية امتدت 100 عام تقريبا. ليش؟ من أجل ناقة. عندما تبحث جذور الخلاف تجد ناقة في القضية، ضرع ناقة، مو ناقة، ضرع ناقة وراء النزاع، كلمة واحدة وراء النزاع. هذه المرتبة الدنيا من الرضا والغضب. يحرك الرضا ويحرك الغضب القوة الشهوية. المرتبة الثانية، المرتبة الوسطى. في هذه المرتبة أكو أقلية، أقلية من البشر، صفوة من البشر، لا يحرك فيهم الرضا والغضب القوة الشهوية، وإنما القوة العقلية. عندما تدخل البيت يستفزك ابنك، سوى خطأ، أول فكر ما هو الموقف الذي أتخذه، مو أنه ترفع إيدك وتضرب هذا الطفل. التشفي، الضرب بعنوان التشفي للطفل حرام، ويوجب الدية إذا ضرب طفل في بعض المراتب، احمر أو اخضر أو اسود، فيه الدية. بلغني أن بعض الأزواج يرفعون السكاكين على رؤوس زوجاتهم، حرام من الناحية الشرعية، واحد لقضايا تافهة يفعل هذا العمل. بلغني أن بعض الأزواج يضربون زوجاتهم، حرام من الناحية الشرعية، واحد يضرب زوجته بلا مبرر شرعي، حرام. الرجل لا يحق له أن يكون ظالما للمرأة، والمرأة لا يحق لها أن تكون ظالمة للرجل. الرجل قد يكون ظالما في البيت، والمرأة قد تكون ظالمة في البيت، حرام من الناحية الشرعية. لا تظلمون ولا تظلمون. الأقلية رضاها وغضبها تابع للقوة العقلية. قبل ما يقول كلمة، قبل ما يتخذ موقف، يفكر في ذلك الموقف، أعمل أو لا أعمل. ولكن أكو ملاحظة على هذه المرتبة، الأقلية تتبع القوة العقلية في رضاها وغضبها، ولكن هذه الأقلية متقية كاملة فاضلة، ولكن الخطأ في التشخيص ممكن، ممكن واحد يخطأ. نحن مو معرضين للخطأ؟ نعم. العالم معرض للخطأ، الجاهل معرض للخطأ، التاجر معرض للخطأ، الفقير معرض للخطأ، الكل معرضون للخطأ، كل واحد منا، احنا البشر العاديين.
صحيح هذا في الرضا يتبع القوة العقلية، صحيح إنه في الغضب يتبع القوة العقلية، ولكن يمكن أن يخطئ في التشخيص. نأتي إلى المرتبة الثالثة. أولاً، الرضا والغضب يحركهما القوة الشهوية. ثانياً، الرضا والغضب تحركهما القوة العقلية. ثالثاً، هذه هي الصفوة، بل هذه صفوة الصفوة، حينما يرتفع الإنسان ويرتفع ويرتفع حتى يصل إلى مقام يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هذا الرضا والغضب هي المرتبة العليا من الرضا والغضب. الرضا والغضب الذي لا يتبع القوة الشهوية، والرضا والغضب الذي لا يتطرق إليه احتمال الخطأ أبداً. حواري ممكن يخطأ، يرضى، ولكن الله لا يرضى لرضاه. يغضب، ولكن الله لا يغضب لغضبه. ولكن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تصل إلى ذلك الأوج الذي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. هذا الحديث وهذه الرواية مقياس تاريخي. هذه الرواية لم ترد في كتبنا، هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري، راجعوا صحيح البخاري، وهو أصح الكتب عند العامة. صحيح البخاري يقول: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. والذهبي يقول: هذا الحديث صحيح، مو فقط في صحيح البخاري، في 34 مصدر من مصادر العامة ورد هذا الحديث، وكل المصادر موجودة بالأجزاء والطبعات والصفحات. هذا مقياس تاريخي. يجب أن نرى تاريخياً من رضيت عنه فاطمة فهو مرضي عند الله تعالى، ومن سخطت عليه فاطمة في أي مقام كان، في أي منصب كان، تحت أي اسم كان، هذا غضب عليه الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. في نفس صحيح البخاري يروي عن عائشة إن فاطمة صلوات الله عليها سخطت على بعض الصحابة. هذا مقياس تاريخي، يجب أن يظل هذا المقياس إلى الأبد. الشخص الذي سخطت عليه فاطمة يسخط عليه الله، ومن يسخط عليه الله فقد هوى. هذه كلمة حول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخطها. الكلمة الثانية من العوامل التي ترضي فاطمة الزهراء، ترضى لهذا العمل،
لا فقط فاطمة ترضى بهذا العمل صلوات الله عليها، الله يرضى لهذا العمل، النبي الأعظم صلوات الله عليه يرضى لهذا العمل، أمير المؤمنين يرضى لهذا العمل، الحجة المنتظر يرضى بهذا العمل، وجميع المعصومين يرضون بإذن الله بهذا العمل، إقامة مجالس التوسل والعزاء في البيوت والمساجد والحسينيات. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. إني أحب تلك المجالس، حتى إذا وحدك بالبيت أنت لك محذور من القراية العامة، أدعو الخطيب واجلس وحدك واستمع إلى الخطيب. أنا رأيت مكرراً سماحة آية الله السيد الصادق الشيرازي من الله عليه بالشفاء، كان يدعو الخطيب ويجلس بمفرده، الخطيب يقرأ التعزية والسيد يبكي بقراءة الخطيب، أنت وحدك. في بعض الأحيان ابن من أبنائه وهو موجودان والخطيب يقرأ. في بعض الأحيان أنا كنت أتشرف بحضور تلك القراءة، أنا وهو فقط والخطيب. بعض الأطفال، بعض العائلة يحضرون، هو هذا يرضي الله ويرضي رسول الله ويرضي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هؤلاء لهم علينا حق الحياة الأبدية، حق الحياة الأبدية، بكم استنقذنا الله من الضلال، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هؤلاء وسيلة الهداية، واحد يبخل بقراءة في بيته ولو قراءة يحضرها شخص واحد. تعلمون من الناحية النفسية هذا الطفل الذي يأتي في قراية يشوفك تبكي في هذه القراءة، اسألوا علماء النفس أي أثر عظيم، أي طوفان يتركه هذا البكاء في نفس هذا الطفل. البنت الصغيرة اللي عمرها 3 سنوات عندما تشوف أمها تبكي في مصيبة الزهراء في هذه الأيام ونحن نمر في أيامها، أي طوفان هذه الدمعة توجدها في نفس هذه الطفلة؟ اسألوا علماء النفس في ذلك. هذه بركة، هذه خير، هذه حل لمشكلات الدنيا والآخرة. في الحديث أن آدم عندما ابتلي بترك الأولى وعصى آدم ربه فغوى، من كانت الوسيلة؟ الوسيلة تلك الأنوار المحدقة بعرش الله، التجأ إلى الله وتوسل إليه بهذه الأنوار فقال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، ما غفرت لي. نوح عندما ركب السفينة وأخذت الأمواج تتلاعب بهذه السفينة حتى أشرفت على الغرق، من كانت وسيلته إلى الله غير محمد وآل محمد؟ وإبراهيم والأنبياء كلهم توسلوا إلى الله بهذه الصفوة الطاهرة. واحد في لبنان يصاب بالجذام، والجذام والعياذ بالله من الأمراض الخطيرة القاتلة، واحد يبقى مدة ثم هذا اللحم يبدأ بالتساقط شيئا فشيئا،
ومرض معدي، فر من المجذوم فرارك من الأسد. مرض معدي وضعوه في غرفة بعد ما حد ما يزوره، لا أبو لا أم لا أخو لا زوجة، ما يقدرون. ولعله في بعض المراتب يكون محرم من الناحية الشرعية. رجل مسيحي شاب كان يأتي أحد وعليه أشياء واقية، يضع الطعام جانب الغرفة، يغلق الباب ويخرج. شوفوا واحد هو يعيش في هذا الوضع، يموت في كل يوم عدة مرات، كل يوم يشوف قطعة من اللحمة تسقط تسود أو ما أشبه ذلك. هنالك تمثال للمسيح في الغرفة، يتوجه إلى هذا التمثال ويتوسل بالمسيح أن يشفيه. ينام يرى في المنام رجلا مهيبا نورانيا، وخلفه يتحرك هذا التمثال، كأن هذا التمثال تمثال عيسى صلوات الله عليه، أعيدت إليه الحياة. الرجل المهيب النوراني يتحرك وهذا التمثال يتحرك وراءه. ما يعرف ذلك الرجل، يجي إلى التمثال يعني إلى عيسى ويشكو إليه الوضع، ويشكو إليه ما به من مرض وألم. المسيح يشير إلى ذلك الرجل، يقول: عليك بهذا الرجل، توسل بهذا الرجل، احنم عندما تطرأ علينا مشكلة نلجأ إلى هذا الرجل. نعم، حتى عيسى عندما تطرأ له مشكلة يلجأ إلى هذا الرجل، حتى الملائكة عندما كانت تعرض لهم مشكلة كانوا يلجأون إلى ذلك المهد الطاهر، ثم يفتخرون بأنهم عتقاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المسيح يقول: من هذا الرجل؟ يقول: إنه علي بن أبي طالب. صلوات الله وسلامه عليه. نعم، حتى المسيح في مشكلاته يلجأ إلى علي بن أبي طالب، ويلجأ إلى هذه الصفوة الطاهرة. العلامة الحجة السيد محمد كاظم القزويني، من الله عليه بالشفاء، في يوم من الأيام في مدينة كربلاء المحافظ يصدر قرار بمنع بعض الشعائر الحسينية، بعض الأشياء المتعلقة بسيد الشهداء صلوات الله عليه، يصدر قرار بمنعها. السيد من باب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يصعد فوق المنبر ويهاجم هذا القرار المتخذ ضد سيد الشهداء صلوات الله عليه. المحافظ يرسل مجموعة يأخذونه ويبعدونه إلى منطقة كركوك. السيد يأخذوه وحده، يودوه إلى تلك المنطقة ويسكنوه في فندق، في غرفة من فندق. يجب أن يبقى في هذا المكان سنة كاملة. السيد يفتح النافذة، يطل على نهر أو مجمع ماء، فيخاطب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ويقول لها بانكسار قلب: سيدتي، أنا إنما جرى علي ما جرى بسبب ابنك، بسبب الدفاع عن ابنك. أنا دافعت عن الحسين صلوات الله، ما دافعت عن مصالح شخصية، وجرى علي ما جرى. أنا في هذا البلد ما معي أحد، ما معي معين، ماكو واحد أعرفه في بلاد الغربة
والوحدة، ما أعرف لغة، ما أعرف واحد، كيف أعيش في هذا المكان عاما؟ يتأثر ويتوسل وتجري عبرته. هذا قريب الظهر، اليوم الأول من أيام التسفير. قريب المغرب يصاب بالحمى وترتفع درجة الحمى إلى حد ما، فينام في تلك الليلة، وإذا به في عالم الرؤيا يرى مجموعة من الرجال. بعض الرجال يأتون مسرعين ويقولون إن السيدة فاطمة صلوات الله عليها تأتي لزيارتك. تأتي السيدة فاطمة وهو ابن من أبناء فاطمة صلوات الله عليها، تأتي وتجلس عنده وتأخذ يدها وتمسحها على جبهته ووجهه، مثل واحد يحن على شخص، يعطف على شخص، حالة شفقة وحالة عطف وحالة حنان، تمسح جبهته ووجهه بيدها، ثم بعد ذلك تخرج. يستيقظ، يرى أن وضعه أفضل، أن وضعه الصحي أفضل، فيستبشر بذلك. ماذا جرى في تلك الليلة، الليلة الأولى من ليالي التبعيد؟ قلب السلطان بين إصبعي الرحمن، هاتان الإصبعان تحركان قلب السلطان في تلك الليلة. كيف؟ لا يحتاجون إلى كيف، أزمة الأمور بأيديهم بإذن الله الذي بيده كل شيء. في تلك الليلة وبتأثير غيبي، رئيس الوزراء يطلع على القضية فيصدر أمراً بإلغاء هذا الإبعاد. ألغوا هذا الإبعاد. القرار يأتي إلى وزير الداخلية. المحافظ يسمع أن قرار الإبعاد ألغي، القرار اللي هو اتخذه، فيقدم استقالته كنوع من أنواع الضغط. محافظ يستقيل، ضغط على الحكومة، يقول لوزير الداخلية أنا مستقيل. وزير الداخلية يخابر رئيس الوزراء، رئيس الوزراء يقول اقبل استقالته فورا، وفورا تقبل الاستقالة. وفي الساعة الثامنة صباحا، ليلة واحدة فقط يظل في التبعيد، يأتي هنالك شخص ويأخذ السيد ويعيده إلى بغداد، ومن ثم إلى جوار الحسين صلوات الله عليه. في بعض الأحيان الله يحب أن يسمع أكثر صوت المؤمن فيؤخر استجابة دعائه، ولكن الله سبحانه لا يترك دعاء المؤمن ولا يترك توسل المؤمن بدون أثر. هذا حتمي، التوسل هذا في الروايات، أنا ما أقوله، التوسل قطعا إلى أثر. ينبغي على كل قادر إذا يقدر يقيم مجلس في بيته، إذا يقدر مجلس عام مجلس عام، إذا ما يقدر مجلس خاص، هو يقعد وأولاده يقعدون، المرأة تجلس وبناتها يجلسون 10 دقائق، هل نبخل على الزهراء ب10 دقائق؟ وإذا واحد ما يقدر، لا من المجلس العام ولا من المجلس الخاص، يحاول أن يشترك في هذه المجالس ويخدم في هذه المجالس حتى يكون من المرضيين عند فاطمة الزهراء صلوات الله عليها
وعند رسول الله وعند الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نكون بخدمتهم في الدنيا وأن ننال شفاعتهم في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي